تحية لكم أينما كنتم مشاهدي قناة فرانس 24، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج حوار فرانس 24. حلقة اليوم تأتيكم من العاصمة الفرنسية باريس في إطار المنتدى الخامس للمال والاستثمار في قطر، والذي يعقد هنا في باريس. ويسعدني أن أستضيف في حلقة اليوم السيد حمد المناعي، عضو مجلس الإدارة والنائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة لشركة جولف بريدج انترناشونال. أهلا وسهلا بك سيدي. أهلا أخوي، شكرا على قبولكم دعوة قناة فرانس 24. لنا الشرف وهذا واجب إن شاء الله. إذا سمحت فلنبدأ من هنا، من هذا المنتدى الخامس. ربما هناك بعض الإشاعات أو بعض التقارير تقول إنكم دخلتم في مفاوضات مع شركة فرانس تيليكوم الفرنسية، ما صحة هذه الأقوال؟ طبعا شركة جولف بريدج هي كلام صحيح. جولف بريدج هي الشركة التي تعني بتوصيل الخليج وشمال أفريقيا إلى العالم، وبذلك فإحنا نحتاج لعقد شراكات مع شركات عالمية ثانية توصل جميع المستخدمين للشبكة بجميع أقطار العالم. ففي اتفاقيات لبيع أو شراء أو مبادلة الكاباسيتي مع الشركات العالمية الأخرى. فهناك حديث حاليا مع فرانس تيليكوم في الموضوع هذا، وفي حديث آخر مع فرانس تيليكوم في موضوع البناء أو تشغيل محطة لجولف بريدج انترناشونال. نعم، أين وصلت هذه المحادثات؟ هل هي في مرحلة متقدمة؟ هل ستوقعون بعد العقود؟ هي في مرحلة متقدمة، وهي شيء حاصل يعني، بس تعني في الوقت اللي بياخذ لإنهاء العقد، يعني هي مسألة وقت فقط. إذن نعم إن شاء الله. نعم، إذن هذه الشركة، شركة جولف بريدج انترناشونال، أذكر أنها تربط الخليج بالعالم من خلال مسار شرقي إلى الهند وغربي إلى أوروبا. هناك تعاون وثيق كما قلتم مع بريدج تيليكوم، مع هذه الشركة البريطانية. كيف ستعملون على تحويل هذا المشروع من مشروع إقليمي إلى مشروع عالمي ذات صيت دولي؟ طبعا المشروع هذا كشركة يبتدي في فيزز. الفيز الأول منه هو بناء الشبكة الأساسية اللي فيها حاليا غياب على الساحة الدولية، اللي هي الشركة اللي توي الشبكة ذات الاعتمادية العالية والسرعات الفائقة في الخليج وشمال غرب شمال شرق أفريقيا. طبعا هذه أوردي تحت التنفيذ، بناء الشبكة بتكون شغالة إن شاء الله في سنة 2011 السنة الجاية، وبعدها بناء على النمو القوي اللي موجود عندنا في منطقة الشرق الأوسط، اللي هو تحدد السنة اللي فاتت كان أكبر نمو في العالم ب 134% نمو في قطاع الكاباسيتي، والنمو هذا حيستمر للعشر سنوات الجاية. فبنعتمد من أساس القوة في النمو هذا على تطوير شبكة